تراجعت حدة المواجهات وعمليات الطعن في الضفة الغربية، إلا أن الإجراءات الإسرائيلية لم تتمكن من توقيفها، فقد وقعت مواجهات في مناطق مختلفة من الضفة، في حين أقامت قوات الاحتلال حواجز في أحياء فلسطينية في القدس الشرقية، ونشرت جنودها في مدن متفرقة وفي الأحياء العربية من القدس. الإجراءات هذه وصفها مسؤولون فلسطينيون بأنها عقاب جماعي، لا سيما أنها الأكثر صرامة في منطقة القدس منذ الانتفاضة الفلسطينية قبل 10 سنوات. وتزامنت هذه الوقائع مع إعدامات ميدانية نفذتها قوات الاحتلال ذهب ضحيتها شهيدان، أحدهما قتل أمام باب العمود في القدس والثاني في مدينة الخليل. واستخدمت شرطة الحدود الإسرائيلية سياراتها لإغلاق مدخل على أطراف حي جبل المكبر الذي يقع في القدس الشرقية ويعيش فيه 3 فلسطينيين نفذوا هجمات الثلاثاء. وفي خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمني المصغر الذي اختتم في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، سمح رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإلغاء حقوق الإقامة للفلسطينيين الذين ترى السلطات الإسرائيلية أنهم ارتكبوا أعمالا إرهابية، وطلب بهدم منازل الذين ينفذون هذه الهجمات. ووافقت الحكومة الإسرائيلية أيضا على توسيع نطاق الشرطة وزيادة الحراس في وسائل النقل وعلى نشر وحدات الجيش في المناطق التي وصفتها بالحساسة على طول الجدار العازل. من جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه سيسافر إلى المنطقة في مسعى لتهدئة التوترات والبحث فيما إذا كان بالإمكان الابتعاد عن هذه الهاوية، لكن البيت الأبيض استنكر الهجمات التي خلفت 3 قتلى إسرائيليين من دون أن يأتي على ذكر عشرات الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص المستوطنين أو الذين قتلوا بإعدامات ميدانية والأسباب التي أدت إلى قيام هذه الانتفاضة.